السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي يستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بأهم العناوين. بداية المشاورات من أجل وضع نظام رقمي لتسجيل المجتمع المدني في أوروبا. تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة في 18 من أغسطس في السودان. أهلا بكم. في إطار وضع النظام البيومتري في جيبوتي، توجه رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة وتنفيذ الناجح لهذا المشروع بالإنابة سيد أحمد عمر جامع، توجه أمس الأحد إلى منطقة أبخ. وتأتي هذه الزيارة لمنطقة أبخ ضمن الزيارة التي تستغرق 5 أيام الهادفة إلى التعرف حول الصعوبات والمخاطر والفرص الناجمة عن نظام الأحوال المدنية في جيبوتي، وجمع جميع التوصيات وتطبيقها لضمان جودة توفير النظام المدني الموثوق ونجاح مشروع إنشاء النظام البيومتري. ويرافق السيد أحمد عمر جامع في هذه الزيارة عمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوالي عثمان، والأمين العام لوزارة اللامركزية السيد محمد عيسى فرج، ونائب المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد عبد القادر الديني عبد القادر، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في العديد من إدارات الموارد المشاركة في إنشاء السجل الوطني. ويعاني نظام تسجيل المجتمع المدني من بعض التأثيرات السلبية والتي تؤثر اليوم على حياة العديد من الأفراد الذين ما زالوا يفرون من نظام تسجيل المواليد، وخاصة الأطفال المولدين في المناطق الريفية النائية، وأولئك الذين لا يوجد أسمائهم في المراكز الخاصة بالمجتمع المدني. في كلمة لنائب والي أقليم أبخ، رحب في مستهلها بالوفد الزائر للمنطقة والذي يقوده مدير عام الأحوال المدنية بغية إصلاح أوضاع الأحوال المدنية لأهالي القاطنين في هذه المناسبة. وقال: أقدم عبر هذه المداخلة جزيل الشكر والامتنان للوفد لقيامه بهذه المهمة النبيلة والتي تأتي في إطار تنفيذ نظام البيومتري في جيبوتي. وأشاد بهذه المبادرة النبيلة التي ستساهم في تطوير نظام البيومتري في البلاد والمناطق الداخلية. وقال: تندرج هذه الخطوة من ضمن تطبيق القوانين التي صدرت مؤخرا في مجال تطوير الأحوال المدنية. هذا ويعاني سكان القاطنين في الأرياف والقرى البعيدة من مشكلة عدم امتلاك الأوراق والهويات الوطنية، حيث يتعبون في إخراجها وامتلاكها مؤخرا. من جانبه، أوضح رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أبخ أن هذه الإجراءات لتطوير نظام الأحوال المدنية والهويات الوطنية تجرى على قدم وسار. وقال: ستشمل هذه الجولة كافة المناطق الداخلية في الأيام القادمة، وسنقوم بتوضيح مراحل هذه الخطوة لتسجيل السكان في السجل الوطني وإخراج الهويات الوطنية وتطويرها وجعلها نظام بيومتري. بدوره، نوه نائب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه المناسبة السيد عبد القادر الديني عبد القادر إلى أن مدير عام دائرة الأحوال المدنية قد أوضح جميع التطلعات المتعلقة بامتلاك الهويات الوطنية والهوية الوطنية. وقال: وأود من جانبي أن أشيد بأهمية هذه الأوقات للاستفادة في الخدمات الطبية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بدوره، أشار الأمين العام للامركزية إلى أن شؤون الأحوال المدنية متنوعة، ونتعاون مع مكتب المخول لهذه المهمة في المجال الذي يخصنا، وإن اللامركزية تقف جنبا إلى جنب لتسهيل هذه المهمة لتطوير النظام البيومتري وإصلاح الهويات الوطنية وإخراجها لصالح الأهالي القاطنين في المناطق النائية. وفي مداخلة لمدير الأحوال المدنية في هذه المناسبة السيد أحمد عمر جامع، أشار إلى أن هدف قيامه بهذه الجولة التفقدية في المناطق الداخلية وتحديدا في منطقة أبخ
هو انطلاقا من القانون الصادر في 21 من يناير من العام الحالي 2019، الذي يتعلق بإنشاء هوية الأفراد وإنشاء رقم الهوية الوطنية والسجل الوطني. وقال: نقوم من خلال هذه الجولة بتنفيذ نظام التسجيل المدني وإصلاحه، وإن الهدف من هذه الجولة التي نقوم بها في المناطق الداخلية هو جمع كافة التوصيات وتطبيقها من أجل ضمان وجود نظام مدني موثوق. عقدت ورشة عمل تقييم التقرير الوطني لاتفاقية مينا ماتسير في قصر الشعب. وترأس هذه الورشة التي استمرت لمدة 3 أيام مدير البيئة والتنمية الحضرية سيد حسين ريرا شروبلي، وبحضور الخبير في البيئة سيد دومينيك. وجمعت هذه الورشة الفنيين والجامعيين والباحثين والخبراء من مختلف الدوائر الوزارية الجهات المعنية. وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الآراء والأفكار حول سبل وطرق إيجاد إدارة ممكنة للبيئة، وتزويد المشاركين معلومات تتعلق حول مشروع التقرير الوطني لهذه الاتفاقية. هذا وقامت وزارة البيئة والتعمير والسياحة بوضع اللمسات الأخيرة حول هذا الموضوع ولمواجهة التغير المناخي. تحت رعاية وزارة الصحة بتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية، نظمت أشغال الندوة المتعلقة بتنفيذ خطة عمل وطنية للأمن الصحي، وذلك في فندق شاغتون. وجرت هذه المناسبة بحضور مدير المعهد الوطني للصحة العامة في جيبوتي السيد نوح سعيد وعيس، وبحضور أيضا ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور أحمد زويثن، فضلا عن العديد من المدراء التنفيذيين لإدارة الصحة. كما جمعت هذه الورشة جميع الجهات المعنية على المستوى الوطني وممثلين من مختلف الإدارات الوزارية والقطاعات الرئيسية المسؤولة عن وضع خطة عمل وطنية للأمن الصحي. وتأتي هذه الندوة في إطار متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية، بغية تحليل قدرات جيبوتي من حيث الأمن الصحي، ومن خلال عملية التعاونية متعددة القطاعات المعنية بمكافحة الأمراض. وفي مداخلة له، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور أحمد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة بغية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع ومضاعفة المبادرات مع جميع الجهات المعنية على مختلف المستويات، وتوفير بذلك منهج دستوري وعملي منظم يهدف بشكل عام إلى مراعاة صحة المواطنين وجميع الذين يعيشون في الأراضي الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية. وفي كلمة لمدير المعهد الوطني للصحة العامة سيد نوح سعيد واعيس، رحب في مستهلها بالدعم والمبادرات التي قدمها ممثل منظمة الصحة العالمية، وشاكرا جميع الحضور على مشاركتهم الفعالة في هذه المناسبة لإطلاق أعمال الدورة التدريبية حول التعاون والتخطيط الصحي، والتي تأتي في إطار تقييم القدرات الصحية الكاملة وتطوير أيضا وتطرق أيضا فيما يتعلق بالأمن الغذائي. ونوه أن الغرض من هذه المناسبة هو التعرف حول الطرق والسبل التي تمكن من تعزيز الخدمات الصحية السريعة للحالات الطارئة، وتعزيز البنية التحتية لمستشفيات البلاد، إضافة إلى تمكين إدارة المخاطر والكوارث، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدائرة الصحية تقوم في الآونة الأخيرة بإجراء وتنظيم مبادرات مكثفة للوصول والحصول على الأجهزة الصالحة لإدارة المخاطر والكوارث، وذلك طبقا لتوجيهات وخريطة الرئيس الذي يولي اهتماما بالغا بغية تعزيز البنية التحتية الصحية. يشكل رأس المال البشري دائما جزء مهم من ثروة البلاد، فمن الضروري والاستراتيجي اتخاذ تدابير ملموسة وطموحة لجيبوتي التي تستثمر في هؤلاء المواطنين لتحقيق هذه الرؤية السياسية. ووضعت في هذا الإطار الحكومة استراتيجية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية مبنية على نهج حقوق الإنسان. إذا المزيد في هذا التقرير.
شكل رأس المال البشري دائما جزءا مهما من ثروة البلاد، فمن الضروري والاستراتيجي اتخاذ تدابير ملموسة وإظهار الطموح القوي للجهود التي تستثمر في هؤلاء المواطنين لتحقيق هذه الرؤية السياسية لرئيس الجمهورية. ووضعت الحكومة استراتيجية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية مملية على نهج حقوق الإنسان. لذا لا بد أن نتساءل، ما هي الحماية الاجتماعية؟ الجواب أنها سلسلة من التدخلات التي تهدف إلى الحد من الضعف والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية وتخفيف وطأة الفقر والنقص والتغلب على المعاناة. تعزز الحماية الاجتماعية أيضا مرونة الأسر من خلال تمكينها من إدارة المخاطر والتعامل مع الصدمات ومواصلة الاستثمار في أطفالها حتى بعد وقوع الكارثة. إن وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لن يفيد الأطفال فحسب، بل سيستفيد منه أيضا أسر بأكملها، وبالتالي يوفر الفئات المجتمعية الضعيفة حماية مدى الحياة. إن الهدف هو تعزيز رأس المال البشري ولكن أيضا مهارات الأسر الفقيرة والضعيفة، حيث ستساعد هذه الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الأشخاص الأكثر ضعفا على امتلاك الأدوات التي يحتاجونها للازدهار وتمكين الناس من أن يكونوا أصحاء وأن يذهبوا إلى المدرسة وأن يكونوا وحدهم اللاعبين الأساسيين في تنفيذ الاقتصاد المحلي وإخراج العائلات الأخرى من الفقر. وستلعب هذه الاستراتيجية دورا مهما لأنها تنشر برامج شبكة الأمان على سبيل المثال لتحقيق أقصى استفادة من رأس المال البشري، حيث ستوفر شبكات الأمان الاجتماعي هذه دخلا إضافيا للعائلات التي تواجه صعوبات، كما تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات وتحسين الإنتاجية وتحمي كبار السن وتدعم الباحثين عن عمل. والحماية الاجتماعية تسعى إلى تحويل الواقع العالمي وتطلعات المشتركة والعالمية للسكان إلى حقيقة عالمية. في إطار البرنامج الوطني للتضامن الأسري، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في نهاية هذا الأسبوع في قرية أسامو الواقع في منطقة علي صبيح، نظمت مناسبة لتحويل الأموال للأسر الأكثر احتياجا، كما تهدف هذه المناسبة إلى الوقوف إلى جانب المواطنين الأكثر احتياجا. تبحث عائلة كونتا عن ابنها السيد حسن مويا كونتا البالغ من العمر 40 عاما ولم يعد إلى المنزل السيد حسن بعد مغادرته في 28 من شهر يوليو المنصرم. على من يجد أي معلومات تتعلق بالسيد حسن الرجاء الاتصال على الأرقام التالية 77-68-45-04 أم 77-86-00. إذن مشاهدين الكرام، تلقينا ببلغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيد جديتو محمد ومحمد الذي وافته المنية أمس الأحد في مشفى بيلتي العام، وكان المتوفى ابنا للنقيب حمد محمد المتقاعد في الدرك الوطني، وولد المرحوم عام 1979 في منطقة تجورة. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدين الكرام، والآن ننتقل إلى الساحة الدولية، نبدأها ب الموضوع السوداني، حيث أعلن في السودان الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية في 18 من شهر أغسطس الحالي. إذن المزيد في هذا التقرير. في السودان الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية في 18 من شهر أغسطس الحالي، وفي مؤشر للتحول الكبير الجاري في البلد، فإن المجلس السيادي سينصب غداة بدء محاكمة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. ووقع المجلس العسكري الحاكم وغادة الاحتجاج الأحد في الخرطوم بالأحرف الأولى الإعلان الدستوري الذي يشكل مع الإعلان السياسي المبرم سابقا. اتفق شاملا حول حكم مدني سيتم توقيعه رسميا في 17
أغسطس. وأوضح منذر أبو المعالي أحد قادة الاحتجاج في 18 أغسطس سيعلن عن أسماء مجلس السيادة، وفي 20 منهم سيعلن عن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 سيعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء. ووقع الإعلان الدستوري أحد أبرز قادة تدحور قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو أثناء مراسم حضرها وسيطاء إثيوبيا والاتحاد الأفريقي. إلى أمريكا، ليلى دامية. في أمريكا 30 قتيلا في هجومين متفرقين بالرصاص في حادثي اطلاق نار بولايتي تكساس وأوهايو في الولايات المتحدة. إذا المزيد في هذا التقرير. قالت وسائل إعلام محلية في مدينة دايتون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر بولاية أوهايو الأمريكية عن شهود عيان قولهم إن المسلح حاول الدخول إلى حانة لكنه فتح النار خارجها عندما تم إيقافه، وذلك بضع ساعات فقط على مجزرة أخرى في إطلاق نار جماعي بمنطقة البوسو في تكساس، حيث قتل 20 شخص على الأقل وإصابة 26 على الأقل في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة. بدورها ألقت الشرطة النار على القاتل وأوردت قتيلة، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال منفذ الهجوم الثاني. وأفادت الأنباء بأن السلطات ألقت القبض على رجل أبيض في العشرينيات من عمره وهو مشتبه في تنفيذ الهجوم يدعى باتريك روسايس. إذا مشاهدينا الكرام بهذا قد وصلنا طبعا إلى نهاية النشرة، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.